أهلا بكم. أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني، كما أعرب المجلس عن أمل المملكة في استقرار الأوضاع في أفغانستان. قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن أفغانستان تمر بمرحلة حساسة، وأشار إلى أن الحركة ستضع نظاما إسلاميا شاملا في أفغانستان، كما أوضح أن تأمين المواطنين الأفغان والبعثات الدبلوماسية أولوية. جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة الأفغانية كابول. هذا وأشار الناطق باسم طالبان إلى أن السياسيين هم من سيشكلون الحكومة، وهناك اجتماعات جادة في هذا الصدد، بما أكد على أن الحركة على تواصل مستمر مع رئيس لجنة المصالحة الوطنية عبدالله عبدالله للنظر في تشكيل الحكومة القادمة لأفغانستان. من جانب أكد البيت الأبيض أنه يفاوض طالبان في وضع جدول زمني لعملية الإجلاء من مطار كابول، وذلك في سياق وفي ذات السياق أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولوفان إلى أنه من السابق لأوان الإجابة على ما إذا كانت طالبان حكومة شرعية في أفغانستان أم لا. أشار مستشار الأمن القومي إلى أن بلاده كانت ستدفع ثمنا باهظا لو استمر التواجد العسكري في أفغانستان، وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع التطورات ساعة بساعة وكان يتخذ القرارات، وأن تركيزه ينصب على تحقيق أهداف الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة. الفشل الغربي في أفغانستان والفوضى في مطار كابول هي مشاهد لن ينساها العالم قريبا، حتى أن الحال وصل ببعض أعضاء الكونغرس للتفكير بشكل جاد في طلب استقالة الرئيس جو بايدن. نتابع أكثر في سياق هذا التقرير. عار على الغرب، هكذا وصف الرئيس الألماني المشاهد التي استفاق عليها العالم الاثنين للأفغان اليائسين وهم يتعلقون بطائرات مدنية وعسكرية في مطار كابول للفرار من البلاد وسط حالة من الهلع والذهول. فبعد تقديرات البنتاغون عن أن تنظيم طالبان يمكنه عزل العاصمة كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما، أحكمت طالبان سيطرتها على كامل أفغانستان خلال 3 أيام، ما أجج حالة من الفزع في صفوف المواطنين الأفغان تجلت في محاولات التشبث بالطائرات المغادرة في مطار كابول. مشاهد السقوط المروعة لمن دفعوا حياتهم ثمنا لمحاولة الهروب من المجهول والعثور على بقايا بشرية في عجلات الطائرات بعد هبوطها لم تمنع الأفغان من الاندفاع مجددا نحو المطار ليفرق مسلحو طالبان الحشود الراغبة في مغادرة البلاد بطلقات نارية عشوائية. مشاهد على مرأى العالم زادت الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتعرض لانتقادات واسعة بشأن الانسحاب المتسارع من أفغانستان، إلا أنه جدد موقفه قائلا إنه ليس نادما على قراره، ملقيا باللائمة على القادة الأفغان الذين هربوا من البلاد. هناك أمور لم نكن نتوقعها، وما الذي حدث؟ إن القادة السياسيين في أفغانستان قد تخلوا عن بلادهم وهربوا، والجيش الأفغاني انهار. القوات الأمريكية لا يجب أن تدخل حربا وتموت في تلك الحرب التي لن يخوضها الجيش الأفغاني أو الأفغانيون بأنفسهم. تصريحات لم تبرئ ساحة واشنطن من الفشل الاستخباراتي في التقديرات بشأن صمود القوات الأفغانية والإخفاق عموماً في أفغانستان على مدى 20 عاماً. أفغانستان التي تعيش واقعاً جديداً يصيبه الشلل والهلع بعد سيطرة طالبان التي أصدرت عفواً عاماً عن كل موظفي الدولة داعية إياهم للعودة لأعمالهم، إلا أن الهواجس الداخلية والخارجية لا يبدو أنها ستهدأ في المنظور القريب، فيما لا يزال شبح الحرب الأهلية خطراً قائماً. أهلا بكم مجددا، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ منيف بن عماش الحربي. أهلا بك. أولا قبل أن ندخل إلى المجتمع الدولي والتطورات في أفغانستان والوعود التي قدمتها حركة طالبان المملكة وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم،
المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق. وهذا موقف ثاني بعد البيان من وزارة الخارجية البارحة. ماذا يهم السعودية تحديدا في الشأن الأفغاني وتطوراته، وماذا تريد؟ السعودية يهمها أنه أفغانستان دولة إسلامية، أن تكون مستقرة، أن تنعم بالأمن والسلام، أن يحدث لديها تطور ومستوى معيشي جيد. هذا الموقف السعودي. السعودية لا يهمها شكل الحكم وطبيعة الحكم، ما يهمها أن يكون هناك استقرار، وهناك ما يختاره الشعب الأفغاني ويجمع عليه. وكان أعتقد حتى بيان وزارة الخارجية عندما طالبت حركة طالبان والأطياف السياسية الأفغانية بالعمل سويا على استقرار أفغانستان، هذا ما يهم السعودية في المشهد الأفغاني. دول العالم المختلفة ومنها باكستان تحدثت عن أنه الاعتراف بطالبان الآن كحكومة لن تعترف حتى يعترف المجتمع الدولي. السعودية لم تتحدث عن ذلك، لا الاعتراف ولا سوى ما يرضاه الشعب الأفغاني نحن معه بالتأكيد، لأنه الآن في تطورات متسارعة، وبالتالي ما يتفق عليه الأطياف السياسية الأفغانية ويقرونه المملكة العربية السعودية سوف تعترف بخيار الشعب الأفغاني. وهذا الموقف السعودي ترى مع جميع الدول، لأنه هذا ميثاق الأمم المتحدة. السعودية لا تتدخل في طبيعة الحكم وشكل الحكم، ما يرتضيه الشعب الأفغاني. والسعودية تؤكد دائما على ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول. طيب، المتحدث باسم طالبان كان عقد مؤتمر الصحفي وبث تطمينات للعالم، منها أنه سيكون هناك تشاور وحكومة سياسية موسعة، وهناك عفو عام عن أبناء الشعب الأفغاني أو العاملين مع القوات الأجنبية، ولن يحاسب أحد، وحتى دعا من يريدون الخروج أو من خرجوا من المعارضة إلى العودة. هل تعتقد بأنها مقنعة أم أنه يجب أن تكون هناك أفعال وهذا الصعب مستقبلا؟ طبعا خلينا نوضح أخ مفرح، ما يحدث هو جزء من المشهد الدولي. ما تراه الآن هو ما حدث بداية التغيير في المشهد الدولي من مارس 2014 عندما ضمت روسيا القرم، ثم تطورت الأحداث في دخول الروسي إلى سوريا في سبتمبر 2015، ثم كان هناك دعم لطالبان في الخمس سنوات الماضية من روسيا ومن الصين ومن باكستان، وهذا اللي جعل طالبان تسارع الخطى في احتلال كامل التراب الأفغاني. وهذا ما جعل جاك سوليفان يقول أنه لو بقينا كان تكبدنا خسائر فادحة. وهذا أيضا بايدن ما قاله البارحة عندما قال أنه روسيا والصين تريدين أن نبقى وننفق في قتال غير منتهي. اللي يحدث الآن واضح أنه مثلث باكستان روسيا الصين هو الذي يدعم طالبان، وبدرجة أقل الهند وإيران، هم اللي لعبوا دور في الخمس سنوات الماضية في دعم طالبان وإيصالها لهذا المرحلة. وهو جزء الآن هذا الجغرافيا الجديدة في الصراع بين روسيا والصين والولايات المتحدة. وروسيا والصين يهمها استقرار أفغانستان بحيث لا يتكرر دعم الشيشان وانطلاق الأراضي الأفغانية لحرب جديدة في الشيشان. أيضا الصين يهمها لا يتم دعم الإيغور وإحداث قلاقل في الصين. فنحن الآن أمام جغرافيا جديدة. في اللي يحدث الآن نحن في عالم متعدد القطبية. الولايات المتحدة منيت بخسارة فادحة في أفغانستان. اليوم لو تلاحظ بوريل قال أنه طالبان انتصرت. الخطاب الألماني البارحة، وروسيا أكثر حذرا لأنه منيت سابقا بهزيمة وانسحبت، والأوروبيين يتحدثوا بنوع من الشماتة على أن الموقف الأمريكي كان متردد، وهذا ما أدى إلى هذه النتائج. سواصل معك، لكن بعد سقوط كابول بيد الطالبان يتساءل الكثيرون كيف لم تنجح الاستخبارات الأمريكية في توقع ما حدث. نتابع.
طيب استاذني، طالبان تعاملت ببراغماتية سياسية حتى الآن في تصريحاته، على الأقل ناطق باسم طالبان، لن نسمح لأي أحد أو جهة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة الآخرين، هذا تطمين لكل دول الجوار، وعلينا منح الفرصة للسياسيين وهم من سيشكلون الحكومة. هذه أشياء يعني أو متغيرات في فكر الحركة، هل تعتقد أنه من السهل عليها أن تنتقل من حالة الحرب والتجيش إلى حالة الحكم وإدارة الشعب بمختلف أطيافه؟ يبدو أنه هذا الدعم الذي تلقته من روسيا والصين وباكستان حول الحركة من ميليشيا عقائدية إلى، يبدو أنها بدأت تخرج من هذا الإطار لتصبح حركة سياسية، ولكن من المبكر الحكم عليها. هناك مؤشرات تقول بعكس ذلك، وهو إنزال العلم ورفع العلم الطالبان، تحويل المسمى إلى إمارة إسلامية بدل الجمهورية الإسلامية. ولكن في نفس الوقت ما يحدث الآن في وسائل الإعلام الغربية والعربية من نقل المشاهد في كابل، هناك أمان، هناك استقرار، يبدو أنه هذه الأطراف الثلاثية أخ مفرح تلعب دور، خاصة أنه كان في لقاء قبل شهرين في الصين مع مندوبين من طالبان في اتصالات مباشرة مع روسيا. يبدو أن الحركة تحاول الآن أن تتحول إلى أو أن يقود هذه المرحلة التيار السياسي داخل حركة طالبان اللي هي برادر ومتقي وذبيح الله مجاهد وأسماء عديدة سياسية، وهي اللي ستلتقي مع حكمة يار مع عبد الله ومع حامد كرزاي في الدوحة. يبدو أنه هذا الفصيل السياسي هو اللي يطغى الخطابات، ولكن علينا أن ننتظر لمدة عام ما هي المشاهدات. أليس لافتا بالنسبة لك أن يوجه الناطق باسم حركة طالبان تطمينات للعالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين؟ ما هم كانوا في حالة حرب مع الولايات المتحدة بلا شك، أنه وهذا اتفاق فبراير 2020 في الدوحة بين طالبان وبين الولايات المتحدة. من الصعب الحكم الآن، ولكن يبدو أنه طالبان أدركت أنه حكمها السابق اللي استمر 5 سنوات وسقط كان عبارة عن ميليشيات عقائدية لم تستطيع أن تحكم. أخ مفرح، الأمر الآخر هي أمامها 36 مليون أفغاني، 70% تحت سن 24 سنة، يحتاجون إلى تنمية، يحتاجون إلى تطوير، يحتاجون إلى بناء اقتصادي متكامل، علاقات مع أطراف خارجية جيدة. قد يكون طالبان الآن التيار السياسي هو اللي يسيطر، لكن خلنا أشير إلى النقطة، دائما في هذه الحركات عندما تصل للحكم وتصل للسلطة وتغنم غنائم الحرب، لا تستبعد أن يكون هناك انشقاقات بينها ويبدأ الصراع الداخلي بينها. حتى لو لم يكن هناك انشقاقات، إذا الفكر في أثناء الحركة القتالية مختلف تماما عنه في بعد فترة الحكم، هناك تحديات والتنظير السابق يصطدم بالواقع، التعامل مع الدول مختلفة، فبالتالي المقاتلين في الحركة وفي غيرها من الحركات داخل أفغانستان، ما هي ردات فعلهم إذا تغيرت مواقف أو بعض المواقف لطالبان نتيجة الظروف السياسية وتعاملها مع دول العالم؟ قد يكون حركة طالبان على غرار الجيش الإيرلندي وهو كان في حركة مسلحة وحركة سياسية، وتغلب الطابع السياسي في اتفاق الجمعة العظيمة على النشاط ككل. قد يكون، ولكن هذا يحتاج إلى وقت. ثمن عودة طالبان للفترة السابقة من 96 إلى 2001 ستكون مدمرة، وأعتقد أن الحركة قد تتماشى مع هذا النهج السياسي حتى يبدأ الصراع داخلها. بذور الصراع موجودة مفرح، لأنه كانوا يتفقون على عدو، الآن لم يعد هذا العدو، سقط هذا العدو، فبالتالي إمكانيات الصراع داخل الحركة موجود. الأمر الثاني، وخلنا نتكلم بكل صراحة، أفغانستان على غير لبنان، الولاءات للخارج في المشهد السياسي طبيعي في المشهد الأفغاني كما يحدث في لبنان، الولاءات للخارج. ولكن هناك ولاءات من الخارج للداخل أو لطالبان. أحمد نجاد يقول هناك مجموعات داخل إيران تدعم طالبان، وهذا قد يكون فخ أمريكي نصب خصيصا لإيران. 5 دول الآن تلعب بشكل رئيسي
في المشهد الأفغاني: روسيا، الصين، باكستان، الهند، إيران. فبالتالي أفغانستان جلست لمدة 5 عقود هناك ولاءات الخارج وتبدل هذه الولاءات كما حدث الآن. لكنهم خرجوا من المشهد، أنت تقصد من كانوا يقاتلون إلى جانب الولايات المتحدة أو إلى روسيا أو غيرها؟ ولا تستبعد داخل طالبان الآن في فصائل مدعومة، دعمت من إيران ودعمت من باكستان ودعمت من روسيا ودعمت من الصين. فبالتالي الحركة 70-80 ألف مقاتل لا تستبعد وجود هذه الفصائل. أيضا الآن ابن أحمد شاه مسعود يريد أن يكون فصيل ينازع طالبان، فبالتالي إمكاني أفغانستان تعاني دائما من ولاءات الخارج مثل لبنان. في أيام الحرب مع الاتحاد السوفيتي القاعدة قالت بأنه لا بأس أن نأخذ مساعدات من الولايات المتحدة حتى ننهي الغزو مع الاتحاد السوفيتي ويخرج ثم نقاتل الولايات المتحدة. فبالتالي لماذا تسميها ولاءات وهي على الأقل يعني تعايش مع الوضع؟ لأنه هذا طبيعة النشاط السياسي في أفغانستان، هي تجارة. السياسة في أفغانستان عبارة عن تجارة، فبالتالي هذه الفصائل تتاجر، كيف تستطيع أن تدعم مقاتليها ومحاسبيها ومنضوين تحت قياداتها؟ كيف تستطيع دعمهم؟ كيف استطاعت طالبان لمدة 20 عام؟ من أين كانت إيراداتها؟ أيضا أخ مفرح، بغض النظر عن القضايا الأخرى، هناك الدعم الخارجي والولاء للخارج هي مشكلة أفغانية متجذرة ومن الصعب الخروج منها، بدليل أن روسيا لم تغلق سفارتها، الصين لم تغلق سفارتها، إيران باكستان لم تغلق سفارتها، إيران لم تغلق سفارتها. وبالتالي هذا يؤكد لماذا الأطراف الأوروبية أغلقت سفاراتها، هذا يؤكد أن هناك أطراف داخلة مع طالبان وتمول طالبان، وولاء جزء من فصائل طالبان هي ولاء أهل الخارج بالتأكيد. أنا أشكرك أستاذ منيف بن عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك وشكرا لحضورك ووقتك معنا.